من أطفالنا المبدعين عبر زوم. معنا روان مصطفى وهنا شريف فايزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع التطبيقات والمواقع عن مشروع موقع ما تسكتيش. أهلا بك يا روان وأهلا بك يا هنا وألف مليون مبروك. أهلا بحضرتك وأهلا بارك فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. أنتوا أصحاب ولا قرايب؟ لا أصحاب. أنتوا شبه بعض بالمناسبة، يعني شكلكم إخوات. والله أول مرة حد يقول لنا كده. أنتوا أكيد في كل الأحوال أكتر من الإخوات، واضح إن أنتم متعاونين مع بعض وعندكم أفكار حلوة، وكان مشروعكم كمان مشروع مشترك. أنا عايز أعرف يعني ما تسكتيش إيه طبيعة الموقع اللي أنتم من خلاله يعني فزتم بالجائزة؟ هو موقع هدفه إن إحنا نوعي الناس بحقوق المرأة وحقوق الطفل، وكمان نعرف الناس أكتر عن التحرش واضطراب ما بعد الصدمة، ومجمعين فيه حاجات كتير زي مثلاً قوانين الدستور المصري وأرقام المساعدة المصرية. يعني لو حد احتاج إن هو يتصل بأي رقم مساعدة هيلاقيه عندنا في كل أسبوع، من غير ما يحتاج إن هو يدور كتير. هو الهدف الأساسي من الموقع إن إحنا ننشر الوعي، وإن إحنا نحاول نساعد أي حد، يعني نحاول نساعد على قد ما نقدر ونعمل تغيير حتى لو كان بسيط. طيب روان وهنا، انا عايز اعرف عندكم، طبعا عايز اعرف انتوا عندكم كام سنه الاول وبتدرسوا ايه، ولاني شايف ان الموضوع برضو قد يكون اكبر من سنكم شويتين، فعايز اعرف برضو ازاي انتوا بتتعاملوا مع المواضيع المختلفه بعد ما نتعرف بيكم. اكيد. تمام، انا روان مصطفى، انا عندي 18 سنه، داخله 3 ثانوي ان شاء الله باذن الله، وأنا عندي 17 سنة، برضو دخلت 3 سنوات. كويس، يعني المواضيع دي برضو ممكن تكون بتمسكم بشكل ما أو بآخر، مش بعيد عنكم يعني. طبعاً. أنتوا عشان شكلكم صغير شوية، أنا فكرت إن أنتوا يعني عمركم أقل بصراحة. الحمد لله. طيب أنتوا إزاي بقى التطبيق بتاعكم ممكن يكون مفيد للناس اللي هي ممكن تشتغل عليه أو تدخل عليه؟ عشان نعرف الناس بقى بالفكرة. هو ويب سايت، فهو يلا نبدأ بهنا، قولي لي يا هنا. إن شاء الله هننشره قريب. هو ويب سايت، مش لسه ما عملناش إيه، يعني ممكن في المستقبل نعمل، ده شيء جايز، لكن هو حاليا موقع إلكتروني لسه ما عملناهوش نشر، بس هننشره قريب جدا إن شاء الله. طبعا بعد ما أخذنا الجائزة، يعني شكرا جدا للجهات يعني اللي ساعدتنا في التحقيق دي، فاحنا ان شاء الله هننشره في اقرب وقت، وبعدها هيبقى متاح لاي حد ان هو يدخل يعمل سيرش على جوجل، يكتب الويب سايت بتاعنا، اسم الويب سايت بتاعنا، وان شاء الله يلاقيه بكل سهوله. واحنا عاملين شكل الويب سايت سهل جدا وبسيط جدا، اي حد يقدر يستخدمه، وحتى مسهلين طريقه صياغه المعلومات اللي فيه، يعني مثلا في فيديوهات ممكن حد يشوفها بتشرح الـ PTSD اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة، وبتشرح أنواع التحرش والكلام ده كله، وكمان إحنا كاتبين القوانين اللي مذكورة في الدستور المصري اللي ليها علاقة بالمرأة والطفل، وكاتبينها بطريقة مبسطة بحيث إن فعلا كل الناس تقدر تقراها ومحدش يبقى عنده مشكلة. يعني الهدف إن أنتوا بتعرفوا الناس الموضوع، بتعرفوا الناس وبتثقفوهم وبتعرفوهم إيه اللي ممكن يحصل وفقا للقوانين وفقا للتشريعات والأعراف اللي إحنا ماشيين بيها في مصر، صح كده؟ بالظبط.